السلام عليكم. السؤال النهارده معايا هريسه نبكيه، حاجه ان شاء الله تعجبكم وجميله. احنا بنعملها بتبات في الحط في الثلاجه مثلا حوالي 6 ساعات، انا بخليها ثاني يوم يعني وقت اجازه المقادير ديت. وعندي واحده عاملها امبارح بالليل، هطلعها ان شاء الله في نشرب جنبكم. بتاخد 2 كيلو سميد، بتاخد كيلو سكر، نص معلقه كربونات صغيره، معلقتين كبار لبن بودره، 300 جرام عسل، عسل كنافه، لتر ميه حسب الايه؟ لتر ميه حسب العجين السميد ما تاخد. 400 جرام سمنه عربي، وكيلو اي مكسرات. دول بتبقى اخر حاجه بشتغل بيهم. تمام؟ وبرده ميه برده قبل الاخير بشويه. هنحط دلوقتي مع بعض، هنحط السميد 2 كيلو سميد، كيلو سكر، كربوناتو، مصفوفات صغيره، اثنين حليب باودر، تعمل الاثنين كويس مع بعض قوي كده. اهم حاجه تبقى كويس عشان الكربوناتو تبقى تيجي مع الكل. بعد كده بنزل بالعسل، افضل ايه ابش فيها، اسمها ابش يعني، افضل ابش فيها لغايه ما تبقى كلها واحد. خليكم معايا كده يا جماعه، اهي كده بسيناها مع بعضيها، بسيناها في الايه، في القطر بس يعني. كل حطيت كل الايتم الناس، كل الدراي ايتم، وحطيت عليه اللي هو الشربات. بعد ما حطيت الشربات اهي كده بسيتها، هديها الميه. قبل ما اديها الميه نجهز الصاج اهو، جاي الشغل اهو، حطيت له حته السمنه ورش الدقيق، تعفير الدقيق عشان يعمل زي عازل يعني. ده كده جاهز معايا. هنا كده انا عمله تقريبا، فاضل بس هنزل بايه؟ هنزل بالميه. كده انا بشيتها اهي. بس هو ممكن تعيد عليها تقعد ايه؟ لو في حاجه افضل ابص عليها كده. لكن هي كده عمله طيب ان شاء الله. هنزل بالميه شويه شويه، مثلا ايه؟ نص الميه، ده لتر ميه. ده لتر ميه. هنزل بلتر ميه على مرتين او ثلاثه اهو. ماشي؟ وهعجن كده. اهم حاجه اني ما اقلبش كتير فيها اهو. يا جماعه الهريسه ديت يعني ايه، في ناس بتعملها بينزلوها في تركيا، جميله قوي يعني. ناس صحابي بينزلوها في تركيا، جميله جدا يعني. احنا بنستعين برضه بحاجات من صحابنا في الشرق يعني. برضه ميه ثانيه اهو، اهم حاجه ان ما تزيدش الميه مره واحده. كده انا حاسس اهي، عايز اشوف ميه، عايز ايه؟ شويه ميه تاني اديهم لها هم لو هم فاضيين. ما اقلبش السمنه بديها بعد القطر يعني. هي دي بقى اللي الحكمه اللي فيها، احنا بندي هنا السيرب، وبعد السيرب بندي الايه؟ بندي ال، بعد ما نحط السيرب بندي السمنة. كده يا جماعة جاهزة اهي معايا، اهي كده خلاص، هي كده جاهزة. بسيناها وعملناها، بسيناها في الأول، وبعد كده عطيناها المية بتاعتها، كده جاهزة. كل كتر التقليب فيها بيخليها ايه؟ تشد عرق مني، يخليها تتفاعل مع بعضيها، ما تبقاش حلو. كده دي جاهزة يا جماعة اهوت، هنفضيها في الصاج. كده يا جماعه اهوت فردناها، كده فردناها. بمسك ايه؟ بمسك الحته عشان تبقى كلها ميه ايه؟ ميه واحده. كده دي يا جماعه ايه؟ عملتها، تخش الثلاجه او تتحط بره، بس اهم حاجه ما تتغطاش. بتاخد لها من 6 ل 8 ساعات، يا في الثلاجه يا بره الثلاجه، بس اهم حاجه ما تحطوش اي حاجه من فوق. باجي بعد كده بدي رشه ميه، هعمل كده في الايه؟ في اللي جايه بعد كده، يعني دي كده خلاص. خليكم معايا. دي كده يا جماعه،
انا عاملها من امبارح جاهزه اهي، بديها يعني زي ما انا عملت كده ليه لو نيه لو نيه دي كده خلاص جاهزه، بديها رشه ميه. بعد رشه ميه اهو، رشه ميه دي عشان تفتح وتلزق معايا الحاجه اللي هحطها عليها من فوق، يعني كان ممكن اقعد اسويها كده اسويها بس انا عشان احط عليها ايه المكسرات اللي انا عاوز احطها. بعد ما اديها رشه ميه زي كده بعد ما تدرس الطمية خلاص انا هحطها قدامكم اهو، هديها المكسرات فستق لوز كاجو، فان شاء الله النهارده هعملها معاكم بالكاجو اهي، كيلو كاجو مثلا السنة ديت 60 في 60 واخد 2 كيلو، واخد 2 كيلو 2 كيلو سومرينا، يعني احنا مثلا نعملها في البيت هنعمل نص كيلو سومرينا، نقسم المقادير دي على 4 هيطلع على نص كيلو سومرينا، برضه نص كيلو هيبقى نص كيلو مثلا هيبقى ربع كيلو ربع كيلو سكر، هيبقى ربع كيلو ميه، هيبقى كده يعني، هيبقى سمنه 150 جرام او 100 جرام زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، شايفين قدامكم شغل عقلية بدخلها فرن اهو، بحاول ادوس على كده كويس عشان ايه انزل الكاجو، بعد ما بنزل الكاجو بدي سنه ميه من فوق على الكاجو عشان الكاجو تبقى مبلول ميه ما يتحرقش بسرعه، يبقى الكاجو لونه ايه لونه كويس معايا. كده يا جماعه عملنا معاكم النبكيه السوري، حاجه جميله قوي يعني، وان شاء الله تستاهل يعجبكم يعني، ويا ريت يا رب تجربوها كده وتبعتوها لنا تشوفها يعني ايه اخبارها ايه بتاع، على الفيسبوك على على اليوتيوب زي ما انتم عايزين يعني. كده يا جماعه دي جاهزه، هديها رشه ميه تاني، فاثناء ما دي بتستوي بعمل الشربات بتاعي، ده الشربات بتاعها سخن، الشربات بتاعها بياخد اخر حاجه السمنه 400 جرام، الشربات عندي بياخد 400 عندك يا جماعه بياخد كيلو ونص سكر 900 ميه، لو في نص ليمونه ماشي مفيش خالص مش مشكله يعني، نريد ده سيرب مش شربات تقيل. بعد كده بخش الفرن تستوي، يكون الشربات عندي جاهز، الشربات سخن والبسبوسه واللي هي الريسه اللي معايا ديت سخنه. بحط الاثنين على بعض، على ما تشرب اروح نازل عليها بالسمنه سايح بالفرشه. كده يا جماعه اهي عملناها مع بعض اهي من الف الى الياء. ده كده جاهز عندي. ادخلها فرن واخليكم معانا. كده يا جماعه الشربات بتاعنا احنا قلنا كيلو ونص سكر عليهم 900 ميه. اول ما تطلع من الفرن بديها الشربات ده، بعد ما تشرب الشربات بديها السمنه ديت بالفرشه بسيحها واديها بالفرشه من فوق، خليكم معانا. كده يا جماعه اهو العسل جاهز او الشيره او القطر زي ما انتم بتقولوا عليه، ده كده جاهز، احنا قلنا لتر كيلو ونص سكر على 900 ميه، وادي السمنه برده سيحتها اللي انا هنلمع بيها اخر حاجه، بدي العسل يعني النوع ده بدي العسل، بعد العسل ما يشرب بدي السمنه بالفرشه. كده انا جاهز، كده انا جاهز، اطلع من الفرن ان شاء الله هتعامل معاه، انتظروني. كده يا جماعه بعد 20 دقيقه في الفرن طلعتها بقطعها وارجع ادخلها تاني. كده يا جماعه بعد ما قطعناها ادخلها الفرن تاني. حوالي ربع ساعة كمان، هعطيها 35 دقيقة، عدى 20 دقيقة وطلعتها وارجع ادخلها تاني حوالي ربع ساعة، وحسب فرن حضراتكم يعني مش موضوع طيب، حسب الفرن اللي عندكم.
خليكم معانا كده يا جماعه. الهريسه اهي طلعناها من الفرن وده الشربات بتاعها سخن زي ما احنا قلنا اهو. بحاول اجيب على الحروف تحتي. وبعد ما بتشرب معايا بروح اعطيها السمنه بالفرشه كده. اعطيتها السمنه اللي احنا عملناها مع بعض اللي هو 900 ميه وكيلو ونص سكر. كده يا جماعه هي جاهزه معايا. هستنى بس على تشرب اللي بتشرب اللي ايه اللي فيها ده اهي. كده يا جماعه هي شربت. بعد ما شربت هديها السمنه بتاعتها بالفرشه اهو. اخدها واحده واحده كده براحتي خالص. اول ده 400 جرام سمنه احنا قلنا عليهم، سمنه حيواني سمنه نباتي اي سمنه عندكم. واخدها سنه سنه كده اهو بالفرشه. حاجه جميله قوي ان شاء الله وتعجبكم. كده خدتها واحده واحده اهو. يعني انت لو تلاحظوا الراجل واخدها ايه؟ واخدها صف صف اهوت معايا بالسمنه بتاعتي اهو. حطيتها تصير بشربته كده بديها اللي هو السمنه. وبعد السمنه تبقى كده جاهزه تبرد بس شويه بحاجه ان شاء الله محترمه قوي تعجبكم. وكده يا جماعه عملنا معاكم اهوت الهريسه النبكيه حاجه محترمه قوي بالكازو. حطينا 2 كيلو 2 كيلو سويت، كيلو سكر، نص معلقه سومولينا، نص معلقه حطينا كده نص معلقه صودا، حطينا معلقتين لبن بودره، حطينا 300 جرام قطر. عملنا الشربات بتاعنا، حطينا ميه للعجين لتر ميه، والسمنه حطيناها في الاخر زي ما انتم شفتوا. حطينا الشربات بتاعنا كيلو ونص سكر، حطينا 900 جرام ميه وبلانا وشفا. حاجه يعني حاجه محترمه قوي هتعجبكم يعني. حاجه روعه روعه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الجميل. وكده يا جماعه عملناها معاكم. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.